الدنيا حلوة خضرة وهي فتنة. الإنسان ما دام منه حذر في هذه الدنيا، والشيطان يأتي كل واحد من مدخل، قد يأتيك من مدخل الصلاح، قد يأتيك من مدخل الصلاح ويقول لك يعني أنت قصدك كذا وقصدك كذا وقصدك كذا، وحتى يحملك على أن تخرج عن نسق الحق. قد يكون بعض الناس يقدم علاجا مثلا للآخرين، علاجا بالقرآن أو أدوية أو كذا، فاليوم ما يأخذ شيء، غدا سيأخذ 10 ريال وشوفه حلوة، جمع في اليوم 200 ريال، نخليها 20، عاد خلاف من يبدي يحسك بالآلاف، خلاص هو لا يملك نفسه، حتى لو علم أنه على خطأ هو نفسه خلاص هي التي تقوده، لأنه من الصعب عليه أن يفرط في 2000-3000 في اليوم تدخل عليه، لأنه أسلس القياد لنفسه في البداية فليتحمل العواقب في النهاية. النفس لها مداخل لتسويق الباطل أو الخطأ للناس. أحيانا تقول لك كل الناس يسويوا، أنت مضطر إلى هذا الشيء، ماذا عسى أن تفعل، أنت لك حق. يعني بعض الناس الذين يعتدون على الأموال العامة بماذا يورروا اعتداءهم؟ يا أخي نحن لنا حق، هذا مال عام، ومثلا يوجد إسراف أو تلاعب بهذا المال العام، أو بعض الناس يسرقون من المال العام، لكن كل هذا لا يكفي، لأنك إذا فعلت مثلهم وقعت فيما تنتقد على غيرك، تقول يسرقون وأنت سرقت الآن، لكن الشيطان قال لك لا أنت لم تسرق، أنت أخذت حقك وهذا حقك، ويحاول أن يسوغ لك ذلك الفعل. وهذا كما قلت يرجع إلى قضية القناعات، يعني الإنسان إذا عنده قناعة فهذه مشكلة، لأنه لا يرى نفسه على خطأ، يرى نفسه على صواب ويفعل ذلك، ولذلك التشكيك في بعض القناعات أمر مهم. اجلس مع نفسك يا أخي ليش أنا مقتنع واجد ومتحمس لما أن أكون أنا مخطئ، خلني أراجع الأمور، خلني أقلب، خلني أسأل، ربما تكتشف أن قناعتك ليست صحيحة أو فيها مبالغة أو ليست دقيقة.